بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نبداو بلي زيكزارسيس ديال لاباج 16 المفيد أو ماتيماتيك، خيار فرنسي ديال الثانية إعدادية ديال الدرس الأول، لانتخوديكسيون دي نومبر راسيونيل. دونك غادي نبداو بلي 1، ركوبي إي كومبليتي شاك كولون أون ميتون إن كخوا دون لي كاز كي كونفيان. دونك هنا مطلوب منا نكتبوا هذا الجدول ونعمروه ب كروا، ونديرو كروا، يعني شنو هي كروا بالعربيه ما عرفش، المهم كروا، وغادي نديروها في في هاد لي كاز، هاد في هاد الخانات اللي كيستحقوا. دونك غادي هنا عندنا في كل كولون عندنا ان نومبر، وغنشوفوا هاد لو نومبر هذا واش ان نومبر اونتي ولا ان نومبر ديسيمال ولا راسيونال. دونك يقدر يكون واحد فيهم، يقدر يكون جوج، يقدر يكون بثلاثه. دونك غادي نشوفوا كل عدد ونعرفوا. اول حاجه نعرف شنو هو ان نومبر اونتي وديسيمال وراسيونال. داك لي نومبر اونتي هما الاعداد الصحيحه اللي ما كيكونش فيهم الفاصله وكيكونوا موجبه، بحال 0 1 2 3 4 الى اخره. لي نومبر ديسيمال هما الاعداد العشريه اللي كتكون فيهم الفاصله وكتكون معروفه، كتكون الفاصله محدوده. ولي نومبر راسيونال راه هما اللي شرحنا في هذا الدرس، هذا هما لي نومبر اللي كيتكتبوا سو فورم دو A سير B، بحيث A و B يكونوا دي نومبر غولاتيف و B يكون ان نومبر غولاتيف نوني، يكونوا اعداد صحيحة نسبية ولكن الدينوميناتور ما يكونش كيساوي الزيرو. دونك بحال هنا عندي 7.25، دونك 7.25 اول حاجة هذا ماشي ان نومبر اونتي. علاش ماشي ان نومبر اونتي؟ حيت فيه الفاصلة، قلنا كاع لي نومبر اللي كتكون فيهم الفاصلة ما كيكونوش دي نومبر اونتي، دونك ما غنديرش كروا هنا. واش ديسيمال؟ وي اي تان نومبر ديسيمال. علاش؟ حيت فيه الفاصلة، عندنا عدد عشري ومحدودة الفاصلة، عندي 25 معروف الفاصلة شحال، دونك هذا ان نومبر ديسيمال. دونك واحد القاعدة خصكم تعرفوها، هما كاع اي نومبر ديسيمال راه كيكون ان نومبر راسيونال بلا ما نحتاج نشرح لكم علاش. دونك اي نومبر لقيتي ديسيمال ولا لقيتي اونتي كيف ما شرحنا في الدرس راه كيكونوا دي نومبر راسيونال. لي زونتي كامل الا درتي كروا هنا خصك ضروري ديرها هنا، درتيها هنا خصك ضروري ديرها هنا. ولكن العكس ماشي صحيح، يقدر يكون عندي ان نومبر راسيونال ولكن ما يكونش، يقدر ما يكونش ديسيمال ويقدر ما يكونش اونتي، واضح؟ دونك علاش قلنا 7.5 ان نومبر راسيونيل؟ حيت نقدر نكتبو مثلا نضرب هنا في 100 ونقسم على 100 باش نحيد الفاصله، شحال غتولي عندي؟ 7.25. الا ضربت في 100 غنزيد الفاصله هنا غتولي عندي 725، على شحال؟ على 100. دونك واش هذا ان نومبر راسيونيل ولا لا؟ وي ان نومبر راسيونيل. عندي نيميراتور ان نومبر غولاتيف، ان نومبر اونتي غولاتيف 725، و 100 حتى هو ان نومبر اونتي غولاتيف و نوني، 100 ماشي هي زيرو، دونك هذا ان نومبر راسيونيل. دونك غندير كروا حتى في الخانه ديال لي نومبر راسيونيل. ندوز دابا لدوزيام كولون. دوزيام كولون عندي في 36 على 4. دونك واش ان نومبر اونتي؟ هنا من النظره الاولى كيبان لينا انه ماشي ان نومبر اونتي، حيت ما مكتوبش لينا عدد بلا فاصله، مكتوبه 36 على 4. ولكن الا حسبت 36 مقسومه على 4 راه غادي تعطينا شحال؟ غتعطينا 9، حيت 4 في 9 هي 36. دونك 9 اي تان نومبر اونتي. دونك هاد لي نومبر اونتي، دونك غندير كروا هنا. دونك الا لقيتو ان نومبر اونتي راه اوتوماتيكمون داخل في لي نومبر ديسيمال وداخل حتى في لي نومبر راسيونيل. دونك كندير كروا مغمض عينيا هنا وهنا، كاع لي نومبر اونتي سون دي نومبر ديسيمال سون دي نومبر راسيونيل. علاش؟ حيت هاد 9 نقدر نكتبها هي 9.00، دونك هذا ان نومبر ديسيمال وفي نفس الوقت ان نومبر راسيونيل، حيت قلنا اي ان نومبر اونتي راه راسيونيل، حيت نقدر نكتبو هذاك العدد نفسه ونقسمو على واحد. دونك 9 على 1 هذا ان نومبر غولاتيف، وواحد ان نومبر غولاتيف نونيك. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. دوزو لا تخوازيام كولون، عندي 7 سير موان 8. دونك عندي 7 سير موان 8، دونك الى حسبتها غتعطيني ناقص 0. شي عدد تستعمل الحاسبة باش ندوزو بالسبعة، 7 مقسومة على 8 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 0.875. 875
دونك واش هذا ان نومبر اونتي؟ ماشي اونتي حيت فيه الفاصله. ان نومبر ديسيمال؟ وي سي ان نومبر ديسيمال حيت فيه الفاصله والفاصله محدوده. دونك ان نومبر ديسيمال. ولو لقيتو ان نومبر ديسيمال ديسيمال عفوا اوتوماتيكمون راه ان نومبر راسيونيل. علاش؟ حيت نقدر نكتبو دابا باش نحيد هاد الفاصله غنضرب في الف، نضرب في ثلاثه ديال الاصفار باش نحيد هاد ثلاثه ديال الفاصلات ونقسم على الف. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا موا نخلي هاد موا نطلعها هنا باش يبان لنا الرقم 875 وهنا 1000. دونك هذا ان نومبر غولاتيف اونتي غولاتيف، عدد نسبي، الفاصلة راه نسبي. وهنا عندي ان نومبر غولاتيف ونونيل، 1000 راه ماشي هي صفر، دونك سي ان نومبر راسيونيل. دونك غادي ندير هنا 137 على 6، 137 على 6. الى حسبتي شحال غتعطيني؟ 137 مقسومة على 6، دونك غتعطيني 22.8333. 22.8333 الى اخره. فاش كتعمر الآلة الحاسبة راه صافي مبقاش عندها فين تزيد، دونك هنا الثلاثة ما محدوداش. واضح؟ دونك هذا واش ان نومبر اونتي؟ ماشي اونتي حيت فيه الفاصلة، وماشي ديسيمال حيت لي نومبر ديسيمال كتكون محدودة فيهم الفاصلة، دونك ما محدوداش. اذا ماشي ان نومبر ديسيمال وماشي ان نومبر اونتي، دونك ما غاديش ندير كروه هنا وما غنديرهاش هنا. ولكن واش ان نومبر راسيونيل؟ وي سي ان نومبر راسيونيل. علاش؟ حيت عندنا هنا ان نومبر اونتي غولاتيف، وحتى هنا عندنا ان نومبر اونتي غولاتيف. دونك شفنا هادشي في التعريف ديال لي نومبر راسيونيل، دونك هنا غندير كروه في الخانه الاخيره ديال لي نومبر راسيونيل. ندوز للسانكيام كولون، عندي موان 223/25. دونك غادي نحسب هادي شحال، 223 ونقسموها على 25، دونك شحال غتعطينا؟ غتعطينا 8.92. وهاد موا منساوهاش، 8.92. دونك هذا واش ان نومبر اونتي؟ لا، دونك ما غنديرش كروا في لي نومبر اونتي. ان نومبر ديسيمال؟ وي سي ان نومبر ديسيمال حيت فيه الفاصله محدوده، دونك غندير كروا هنا. ومادام ان نومبر ديسيمال دونك اوتوماتيكمون راه ان نومبر راسيونيل. صافي تفاهمنا على هاد القضيه، حيت نقدر نضرب هنا في 100 ونقسم على 100 وغتولي عندي ناقص 892 على 100، دونك سي ان نومبر راسيونيل. ندوزو دابا الكولون الاخير، عندي 842 مقسومه على 7. دونك نشوفو الرقم هنا، استسمح. دونك هنا عندي 842 مقسومه على 7، دونك الى حسبتها شحال غتعطيني؟ 842 مقسومه على 7، دونك غتعطينا 120.287. دونك الفاصلة ما محدوداش، دونك واش نومبر اونتي؟ دونك مادام فيه الفاصلة اذا ماشي نومبر اونتي، دونك ما غنديرش كروا هنا. واش نومبر ديسيمال؟ ماشي نومبر ديسيمال حيت الفاصلة ما محدوداش. واش ان نومبر راسيونيل؟ وي سي ان نومبر راسيونيل. علاش؟ حيت مكتوب عفوا سو فورم دو ا سير بي، عندنا هنا ان نومبر اونتي غولاتيف، و سي تحت هي نومبر اونتي غولاتيف نون نيل، ما كيساويش زيرو، دونك سي ان نومبر راسيونيل. دونك كيف ما شفنا لي نومبر اونتي كيكونوا اونتي او ديسيمال او راسيونيل، و لي نومبر ديسيمو كاملين سون دي نومبر راسيونيل، ولكن العكس ماشي صحيح. لي نومبر راسيونيل يقدروا ما يكونوش ديسيمال ويقدروا ما يكونوش اونتي، و لي نومبر راسيونيل يقدروا يكونوا ديسيمال ويقدروا ما يكونوش اونتي. دونك هادشي اللي غنستافدو من هاد ليكزارسيس هذا. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نكملوا باقي التمارين. دونك ما عليكم نتوما الا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد، وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وصحاب الفيسبوك، طاقيو صحابكم يستافدوا وبارطاجيو في لي جروب ديال القرايه بطبيعه الحال. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.